أهلا بكم. هل أضحت ثورة تشرين في العراق زلزالا هز أركان النظام الإيراني الذي توهم أن الشعب العراقي أصبح تحت سيطرته وأمره؟ ما خيارات نظام الملالي في طهران أمام صمود المتظاهرين في ساحات التظاهر؟ وما حساباته المقبلة بعد أن أصبحت الطائفية التي يعول عليها منتهية المفعول؟ ما الذي يجعل النظام في طهران وعلى لسان مرشدها علي خامنئي يصف المتظاهرين بالمشاغبين والعملاء بخروجهم عن السلطة ويتناسى الطائفية التي زرعها وكانت الممول له في العراق منذ احتلاله؟ فأمر زبانيته بقمع التظاهرات وقتل المئات وجرح العشرات وعشرات الألوف من الشباب العراقي الثائر، في حين اتهم القنصل الإيراني في محافظة كربلاء مير مسعود حسينيان تظاهرات العراقيين أنها غير شرعية وغير قانونية، وهو ما عده مراقبون ضوءا أخضر لقتل المتظاهرين السلميين ومحاولة لوأد الثورة. وعلى صعيد الدولي، أكدت الأسوشيتد بريس عن حضور قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني اجتماعا أمنيا في العراق تعهد خلاله بقمع التظاهرات فيما فشل حتى الآن، بينما أكدت الوكالة أن طهران تخسر نفوذها في العراق. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة تداعيات الاستهتار بالقتل ضد المتظاهرين السلميين في العراق ومحاولات وأد ثورة تشرين السلمية. انتفاضة تشرين في مطلع الشهر الماضي ضد النظام الفاسد في العراق فحسب، بل كانت زلزالا هز أركان النظام الإيراني الذي تطاول كثيرا حتى ظن أن الشعب العراقي أصبح طوع أمره، لكن صاعقة الانتفاضة التي أصابته بمقتل جعلته يعيد حساباته. مخططات إيران طوال السنين الماضية لإخضاع العراقيين ذهبت أدراج الرياح، فلم تعد تنطلي عليهم أكاذيب حماية المذهب أو الركون إلى ولاية الفقيه، فقد بات واضحاً للجميع أن العمائم في طهران تؤسس للإمبراطورية الفارسية بثوب الدين، لكن حقيقة وعي المتظاهرين لا يحجبها غربال المكر والخداع، فضربوا هالة القدسية المزيفة بأحذيتهم وكسروا الأصنام بوطنيتهم وانتمائهم للعراق. إيران وعلى لسان مرشدها علي الخامنئي وصفت المتظاهرين بالمشاغبين والعملاء بخروجهم على السلطة، وبحسب صحيفة الاندبندنت فإن خطاب خامنئي يحمل على الاعتقاد بارتفاع منسوب القلق لدى طهران مما يشهده العراق، فأمرت أذنابها بقمع التظاهرات فقتلت المئات وجرحت واعتقلت الآلاف في مشهد مخزن لحكومة تقتل شعبها. بدوره اتهم القنصل الإيراني في محافظة كربلاء مير مسعود حسينيان اتهم تظاهرات العراق بأنها غير شرعية وغير قانونية، وهو ما عده مراقبون بأنه ضوء أخضر إيراني لقمع التظاهرات وإن بالقوة. وهذا ما أكدته وكالة أسوشيتد بريس التي كشفت عن حضور قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني اجتماعاً أمنياً في العراق تعهد خلاله بقمع التظاهرات، لكنه فشل حتى الآن، فيما أكدت الوكالة أن طهران تخسر نفوذها في العراق. من جانبها أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية أن ضحايا التظاهرات المستمرة في العراق سقطوا من جراء الاستخدام المتعمد للقوات الحكومية وعناصر الميليشيات الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيلة للدموع ضد المتظاهرين. وأشارت منظمة العفو الدولية أن قنابل الغاز الفتاكة التي تستخدمها القوات الحكومية في العراق ضد المتظاهرين السلميين مصدرها من إيران. طهران ووكلاؤها في العراق يحاولون القضاء على انتفاضة تشرين بكل ما أوتوا من قوة، فقد أشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى ما وصفته بنمط بشع للقتل، ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إنهاء تقديم المساعدة إلى الوحدات المتورطة في هذه الانتهاكات الخطيرة في العراق. إذن مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على الخيارات الإيرانية أمام زلزلة نفوذها في العراق، ورحب بضيفي في الاستوديو العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام. مرحبا بك. مرحبا سيادة العقيد. ورحب أيضا بالدكتور نبيل العتوم المتخصص بالشأن الإيراني ينضم معنا من عمان. مرحبا بك دكتور نبيل.
يا مرحبا، الله يسلمك. يا مرحبا، أهلا بكم دكتور. وسينضم إلينا لاحقا الصحفي العراقي أحمد عناد. أبدأ معك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. كيف تقرأ سير الثورة في العراق وكيفية تعاطي القوات الأمنية مع المتظاهرين السلميين؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين ولضيفك الكريم. بداية دعني أقول الرحمة لشهداء العراق والشفاء لجرحانا والحرية لمعتقلي الرأي في هذه الانتفاضة أو الثورة المباركة. أنا أعتقد بأنه بدأ الوضع يتحول إلى فوضى في العراق نتيجة انسداد الأفق السياسي لهذه الحكومة. عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين يدخل العراق في نفق آخر من الفوضى، وهذه المسألة هي ما تريدها الطبقة السياسية الحاكمة في العراق بسلطتيها التشريعية والتنفيذية، لأن أي عملية تغيير في العراق تعمل على إزالة هذه الطبقة، وبالتالي هي مستهدفة من قبل المتظاهرين بالتغيير. لذلك هم لا يريدون التغيير، وإنما يريدون عملية احتواء لهذه المظاهرات لكسب الوقت لفترة أخرى، وهذا ما تعمل عليه الحكومة. ولو تتبعنا سياسة الحكومة في التعامل مع المظاهرات لوجدنا بأن القمع بدأ يزداد الآن بكثرة، وما هي إلا رسائل ترسل من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية القمعية بأنه سيتم مؤد هذه الثورة بالقوة إذا اضطررنا إلى ذلك، وبذلك يعملون من خلال برنامج لعملية احتواء، ويعملون أيضا باستخدام القوة لردع المتظاهرين عن الاستمرار في هذه المظاهرات. نرى أنه هناك إشكالات كبيرة جدا الآن في الوضع العراقي. هناك عملية دخول للقضاء وتسييس للقضاء لقمع هذه المظاهرات من خلال إصدار قرارات لمجلس القضاء الأعلى بأنه يجب على هذه المظاهرات أن لا تستخدم العنف، علما بأن هذه المظاهرات هي مظاهرات سلمية منذ اليوم الأول. عملية انزلاق المظاهرات إلى العنف لا يخدم المتظاهرين ولا يخدم أهداف المتظاهرين، وبالتالي منذ البداية قالوا بأن هذه المظاهرات سلمية، ولكن تحاول الحكومة وطبقتها السياسية شيطرة هذه المظاهرات، وذلك بنعتها بأوصاف متعددة بأن هناك مؤامرات خارجية، وأن هناك تدخل من قبل كثير من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات، وأن هناك مندسين وما إلى ذلك من أمور أخرى. الغاية من هذا كله هو تبرير استخدام القمع الحكومي ضد المتظاهرين السلميين، وما يجري من ارتفاع من أعداد كبيرة جدا للشهداء. وصل أعداد الشهداء إلى أكثر من 300 شهيد، ووصلت أعداد الجرحى إلى أكثر من 15,000 جريح، علما أن هناك تكتم تقوم به وزارة الداخلية ووزارة الصحة على الأعداد الحقيقية للمتظاهرين الذين سقطوا نتيجة استخدام العنف من قبل القوات الحكومية والأجهزة القمعية والميليشيات المسلحة. نحن نقول بأنه الوضع في العراق معقد بشكل كبير جدا، ومع استمرار عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين سوف تستمر هذه الفوضى في العراق، وقد يتحول هذا المشهد إلى مشهد دموي أكثر دموية بسبب استخدام الحكومة لأجهزتها القمعية لوائد هذه المظاهرات. أرحب بالدكتور نبيل عتوم المتخصص بالشأن الإيراني مرحلة أخرى. دكتور نبيل، يعني إلى أي مدى ترى أن إيران ربما تقبل فعلا بتغيير الوضع في العراق؟ شكرا جزيلا لكم، تحية لك ولضيفك الأعزاء. أنا بعتقد أنه الإيرانيين لا يمكن أن يقبلوا بتغيير الأوضاع في العراق، لأنه في نهاية المطاف يدركوا تماما بأن الآن الأمور لا تسير إلى صالحهم. الآن أي تغيير في العراق معناه هو نهاية المشروع الإيراني في المنطقة، خاصة أن إيران تسعى إلى بناء ما يسمى بالكريدور الإيراني الذي يمتد من العراق إلى سوريا إلى ويربط رحلة العبور إلى المتوسط. الآن الإيران أمام اختبار حقيقي، خاصة أنه الآن في ظل الظروف التي تعيشها هي ظروف غير مسبوقة بحكم ما يتعلق بالبيئة الداخلية في إيران وفق ثلاث متغيرات أساسية. المتغير الأول هو الظروف الاقتصادية، خاصة بعد وصول إيران إلى مرحلة شبه الإفلاس الاقتصادي أو الانهيار الاقتصادي. الأمر الثاني تزايد وتيرة ما يعرف بالتجاذب ما بين التيار المحافظ والإصلاحي، كل طرف يريد أن يحمل مسؤولية للطرف الآخر. الجانب الثالث دور الحرس الثوري الصاعد الذي يريد السيطرة على مقاليد الأمور سواء السياسية والاقتصادية ومواجهة العقوبات الأمريكية من خلال ما يعرف بسياسة الإحلال الاقتصادي لتعويض ما يسمى بخروج الشركات الأجنبية التي كانت فاعلة في إيران خاصة في قطاع النفط والغاز. على الصعيد الإقليمي الآن إيران تعيش أيضا ظروف غير مسبوقة في ظل تصاعد وتيرة
ما يعرف بها الربيع العربي مجددا في دولتين أساسيتين تعتبر لإيران، هما العراق الذي يعتبر أحد المصدات المهمة والمحورية والحيوية للدفاع عن الأمن الإيراني ورأس الحرب الإيرانية، لأن أي تغيير في العراق معناه خسارة جيوستراتيجية غير مسبوقة، وهذا معناه كما قال عدد من المسؤولين الإيرانيين معناه محاصرة ليس فقط للنفوذ الإيراني بل هجوم غير مسبوق ومحاولة تجريد إيران من أوراق قوتها، خاصة أن العراق يعتبر حلقة متقدمة أو أحد السواتر المهمة للدفاع عن الأمن القومي الإيراني، وأحد أيضا دعني أسميه الدول التي تمثل رئة مهمة للخروج أو مواجهة العقوبات الأمريكية المتصاعدة في ظل استراتيجية الخناق الاقتصادي التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. خسارة العراق معناها خسارة سوريا، خسارة أيضا معناها خسارة لبنان في ظل ما يعاني الآن من زيادة وتيرة تصاعد اللي دعني أسميه الاحتجاجات التي بدأت تنادي بخروج إيران من إذن خسارة إيران نفوذها في العراق يعني بالتالي خسارة إيران نفوذها في سوريا وكذلك في لبنان. أستاذ حاتم الفلاحي، في هذه النقطة تحديدا إيران شكلت خلية أزمة بحسب معهد واشنطن، هناك خطوات اتخذتها إيران لعدم خسارة نفوذها في العراق، بينما وكالة الأسوشيتد بريس تحدثت عن أن إيران فعليا هي تخسر نفوذها في العراق. ما الخطوات التالية؟ يعني هل وجهة نظرك أن إيران استخدمت فعلا أدواتها لقمع هذه التظاهرات؟ نعم، أنا أعتقد بأن إيران لحد هذه اللحظة لم تستخدم نفوذها في العراق بشكل كامل، أدواتها أو أدواتها في العراق. نعم، إيران الآن تخسر نفوذها بالعراق من خلال فشل وكلائها في المحافظة على هذا النفوذ، وبالتالي هي أمام خيارات صعبة جدا. هي لحد هذه اللحظة تحاول أن تعمل على احتواء هذه المظاهرات من خلال زيارة سليماني والتقاء بعدد من القادة العسكريين والأمنيين في العراق، إضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها بعد هذه اللقاءات التي أجرها سليماني مع قادة بعض الميليشيات المسلحة الموجودة في العراق. كان هناك رأي بأنه يتم استقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وهذه التي دعا إليها مقتدى الصدر ودعا هادي العامري إلى التعاون معه في إسقاط هذه الحكومة على أن تستبدل بحكومة أخرى، ولكن نرى بأن هذه المواقف قد تبدلت بعد زيارة سليمان إلى العراق ولقائه بعدد من الشخصيات العراقية، وهذا يوحي بأنه ما قدمه سليمان من استشارة لهذه الميليشيات ولأحزابهم السياسية في العراق بأنه يجب عليكم أن تدعموا هذه الحكومة، لأن عملية استقالة هذه الحكومة ستجعل العملية السياسية في مهب الريح بالنسبة لهم، وتجعل كل نفوذهم في العراق مهدد بالخطر وبزوال كامل. لطالما ما تتحدث الحكومة أنه إذا استقالت الحكومة فسيكون هناك فراغ سياسي، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ نعم، الحكومة تحاول الآن أن تسوق حقيقة أكاذيب. يعني أولا لا يوجد هناك فراغ كما يقول عادل عبد المهدي بأنه إذا استقالت هذه الحكومة سيكون هناك فراغ، على العكس، هناك مدة شهر أو 30 يوم يتم استبدال هذه الحكومة بحكومة أخرى على أن تتحول هذه الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، وكذلك إذا تم استقالة البرلمان أو نستطيع أن نقول حل البرلمان، هناك أكثر من 60 يوم يتم فيه الدعوة إلى انتخابات مبكرة وما إلى ذلك، ولكن هم يتحججون بهذه القضايا للبقاء والتشبث في السلطة. لذلك نرى تبدل المواقف للأحزاب السياسية في العراق بأنه يجب دعم عادل عبد المهدي في هذه الفترة. لذلك ما قام به سليماني بأننا نحن أصحاب خبرة في التعامل مع المظاهرات الإيرانية التي خرجت في الفترة الماضية، الثورة الخضراء وما إلى ذلك، واستطعنا أن نؤد هذه الثورة، لذلك نحن نقدم لكم النصح في كيفية التعامل مع هذه المظاهرات، ونرى كيف تم استخدام الغازات المسيلة للدموع بشكل قاتل للمتظاهرين، وكيف تم استخدام القوة وهم يتكلمون عن طرف ثالث. إذا كانت الدولة لا تعرف من هو هذا الطرف الثالث، فهل المواطن هو معني بمعرفة الطرف الثالث؟ إذا لم تستطع الأجهزة الأمنية أن تعرف من هو الطرف الثالث الذي يقوم بعمليات القتل التي وصلت إلى أعداد كبيرة جدا وأعداد الجرحى التي تبين شدة القمع الحكومي لهذه المظاهرات، فهذاك إشكال كبير جدا. أنا أعتقد بأنه هناك تواطؤ في مسألة قتل المظاهرين واستخدام العنف ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والدليل على هذا بأنه كلا السلطتين لا أحد يطالب بدماء المتظاهرين، حتى اللجنة العليا التي تم تشكيلها برئاسة وزير التخطيط في الفترة الماضية لم تخرج بنتائج ذات مصداقية وذات شفافية تبين من هي الجهات التي وقفت وراء قتل المتظاهرين. واليوم نحن في هذه الأسابيع منذ يوم 25 إلى اليوم يسقط أعداد أخرى وكبيرة جدا. هل نحن أمام تشكيل لجنة أخرى مشابهة للجنة السابقة؟
حقيقة كيف تريد الحكومة أن تكون هناك تبادل ثقة ما بين المتظاهرين بأن الحكومة ستنفذ التزاماتها لتنفيذ مطالب المتظاهرين؟ هناك إشكال كبير جدا، هذه الحكومة لا تستطيع أن تقدم شيء، وحتى وإن استقالت حكومة عبد المهدي سيتم تشكيل حكومة أسوأ من هذه الحكومة، لأنه هي الأحزاب ذاتها التي شكلت هذه الحكومة هي التي ستشكل الحكومة الأخرى. إذن نحن أمام انسداد سياسي وأفق سياسي حقيقي في العراق، يجب أن يكون هناك تغيير في البرنامج السياسي، في شكل الحكومة، وفي في قانون الأحزاب وكيفية تشكيلها وما إلى ذلك من أمور. أرحب بالسيد أحمد عنادة الصحفي العراقي، مرحبا بك سيد أحمد. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بك سيد أحمد. بداية لو تطلعنا على آخر تطورات المشهد في التظاهرات في ساحات التظاهر في العراق. سيدي الكريم، ساحات التظاهر لا زالت مستمرة والمعتصمين مستمرين في بغداد وباقي المحافظات كما نقلت شاشات التلفزيون اليوم. المتظاهرين موجودين في ساحة التحرير، المكان الوحيد اللي في حركة، وبعض قنابر الغاز والقنابل الصوتية هو منطقة ساحة الخناني، منطقة السند اللي كان بها الليلة الماضية حريق في عمارة التأمين على الحياة، ولا زالت بعض النيران مشتعلة بها، والمتظاهرين والمعتصمين موجودين على جسر الجمهورية وفي جبل الثوار أو جبل أحد كما أطلق عليه في المطعم الشرقي. المتظاهرون بما يفسرون استمرار استخدام القوات الأمنية، القوات الأمنية مستمرة باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع من النوع الفتاك، والتي أعلنت بعض المنظمات الإنسانية أنها يعني مستوردة من إيران. أستاذ الكريم، الغازات اللي أطلقت من يوم 1 تشرين إلى اليوم كميات كبيرة، حتى لو كانت مطابقة للمواصفات العالمية والدولية بفضل اشتباكات التظاهرات، كمية الغازات اللي أطلقت تجاوزت الحد المطلوب. اطلاق غاز كثيف بشتى الوسائل، الاطلاق كان الكل يتذكر الموجه الى الرؤوس والى الصدور العاريه، هذه جريمه كافيه. الاطلاق الحي اللي كان بالبدايه التظاهرات، اليوم اطلاق مطاطي اصابات، وهذا حتى ليله امس نقل لي احدهم بانه تم اصابه احد منتسبي الدفاع المدني اللي كانوا يقومون باطفاء البنايه. بينما اليوم القوات الأمنية وتصريح الأجهزة الأمنية يقول أصاب المتظاهرين أحد منتسبي الدفاع المدني، إنما 3 قنابر غاز أطلقت عليهم أول ما باشروا بإطفاء البناية، بعدها أصابت أحد المنتسبي بإطلاقة مطاطية. يعني حتى الإطلاق المطاطية قاموا يجيبوها براس المتظاهرين. ابقى معي سيد أحمد عناد لو سمحت. بالعودة إلى الدكتور نبيل العتوم المتخصص بالشأن الإيراني، دكتور نبيل، البيت الأبيض دعا في بيان له الحكومة في العراق إلى وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، كيف تنظر إلى هذا المستجد؟ يعني هو مستجد مهم ومحوري، لكن يعني لدى الولايات المتحدة الأمريكية أوراق كثيرة للضغط على، دعني أسميه، الحكومة العراقية، وهذا يعني ربما يثير كثير من التساؤلات حول التأخر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدول الفاعلة خاصة دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لجم الحكومة العراقية عن اللجوء بهذه الوسائل، دعني أسميها الدموية وغير المسبوقة. لكن بمزاد ذلك، أنا أعتقد أنه هذا سمح ربما التأخر أو حالة عدم الحدية أو عدم الجدية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية سمح لإيران بالتدخل وإطلاق عدد من التصريحات المهمة والمحورية. أنت كما تعلم أخي العزيز، كان هنالك حديث لخامنئي قبل أقل من أسبوع لقوات الحرس الثوري الإيراني، تحدث فيها بشكل واضح عن المهمة الخاصة للقوات المسلحة الإيرانية وضرورة تمتعها بالتدريبات اللازمة والاستعداد الكامل للتعامل مع الفتنة في العراق وقمع الانتفاضة الشعبية هناك. هذا بالإضافة إلى أنه حتى حسين شريعة مداري ممثل المرشد خامنئي في مؤسسة كيان طالب المحتجين بالاستيلاء على السفارة السعودية والأمريكية. لكن في موازاة ذلك، أنا أعتقد أنه
الآن الوقت بات ليس لصالح الحكومة العراقية، خاصة أنها لم تتخذ أي لغاية الساعة أي إجراءات من شأنها التخفيف من حدة الاحتجاجات، مع كثافة تدخل الجانب الإيراني من خلال ما يعرف بجهود قاسم سليماني لوعد هذه الاحتجاجات أو وعد هذه الانتفاضة. في واقع الأمر إيران تريد نقل التصعيد إلى وجهة أخرى، دائما كانت ولا زالت تعزي كل ما يحدث في المنطقة إلى العدو الخارجي لإبعاد النظر عن دورها التخريبي في 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 العراق. والقلق الأساسي أو الرئيسي الذي يبديه المسؤولين الإيرانيين ربما هو أن تنتقل عدوى أنفلونزا الاحتجاجات العراقية إلى إيران على غرار ما جرى في العام 2009 وال 2010 والتي تم قمعها بعنف منقطع النظير. هذا عدا على أن الحرس الثوري الإيراني شديد الحساسية تجاه التطورات في العراق، خاصة أنها ترتبط بعلاقات مهمة مع إيران. لذلك فإن خامنئي والزبانية الموجودة حوله يدعون إلى استخدام القوة العسكرية المفرطة لقمع هذه الاحتجاجات، ومن خلال هذه السياسة يمكن إيصال رسائل عديدة إلى الشعب الإيراني نفسه، مفادا أن هذه الأحداث لو انتقلت إلى إيران فسوف تتعامل معها بعنف وسوف تقوم بقمعها. وبالتالي فإن حديث خامنئي هو تهديد مبطن للحركات الشعبية وللإصلاحيين في الداخل الذين يطالبون بالتغيير. الآن المثير ربما في حديث خامنئي كان فيما يتعلق برجوع مقتدى الصدر إلى إيران، وأن هناك حلقة وصل بين هذه الزيارة وموقف المرشد الإيراني وحديثه إلى أن هناك اتفاق تم مع مقتدى الصدر وفق اتفاق النجف ولمصلحة العراق ومستقبل السياسي حتى عودة الأمور لمسارها الطبيعي. هذا الحديث جاء في الوقت اللي تجاوز فيه المظاهرات في العراق سقف التوقعات حتى رجال الدين بما فيهم مقتدى الصدر، وهذه إشارة خطيرة وفق الفهم الإيراني لأنها باختصار تجاوزت كافة رجال الدين المدعومين من جانب إيران. الآن المتظاهرين في العراق بات يطلقون شعارات وطنية تجاوزت الحدود المذهبية، تجاوزت المحاصصة الطائفية. وما يمكن فهمه من كلام خامنئي هو أن إيران رسمت استراتيجية مفادها ضرورة أن يركب مقتدى الصدر موجة هذه المظاهرات حتى تعود الأمور إلى مسار. بشكل عام أنه ربما خامنئي كان يتعامل مع المسائل العربية بتناقض غريب، خاصة عندما انطلقت ثورات الربيع العربي. الآن الخوف من الأحداث في العراق استقلب الموازية، وربما الآن إيران بدأت تفكر برؤية جديدة من خلال ما يعرف بسياسة دعني أسميه مواجهة أي دولة، خاصة الدول التي تسعى إلى إحباط الجهود الإيرانية. نقطة أخيرة فقط إذا سمحت لي، الآن العراق القادم أنا ببشر أنه لم يعد طائفيا، وهذا ما يخشى خامنئي، وهذا التراجع الطائفي سرعان ما يتخطى حدود العراق ليصل إلى إيران وليصل إلى دول المنطقة ومن ضمنها لبنان واليمن، وبالتالي هذا سوف يعرض هوية إيران وهوية المرشد الإيراني للخطر الشديد. الآن لم يعد بإمكانه توظيف الطائفية لخدمة الأهداف السياسية كما كان يسعى أو يفعل في السابق. في هذه النقطة تحول الأستاذ حاتم. أستاذ حاتم، ما هو مستقبل التظاهرات مع استخدام القوة المفرطة من قبل عناصر الميليشيات والقوات الأمنية بأي ثمن؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه لو كانت الحكومة جادة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين كان يجب عليها أن تستجيب لأول مطلب، وهو خروج النفوذ الإيراني من العراق أو منع النفوذ الإيراني من التدخل في الشأن العراقي. عندما يقوم سليماني بزيارة العراق والاجتماع بعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية في العراق أو بعدد من الأحزاب السياسية أو الميليشيات المسلحة، فهذا يعني هذا تدخل كبير جدا في الشأن العراقي. أنا أعتقد بأنه الحكومة العراقية الآن هي ضعيفة جدا بحيث لا تستطيع أن تواجه هذا النفوذ والتغلغل الإيراني أو التواجد الإيراني في العراق بشكل كبير جدا، وهناك سيطرة وهيمنة لهذه الميليشيات والأحزاب السياسية التي مولتها إيران طوال الفترة الماضية، وبالتالي هذا النفوذ الإيراني لن يسمح بتغيير الأوضاع في العراق بهذه السهولة التي يمكن أن نتوقعها من خلال هذه المظاهرات. لذلك هم لحد هذه اللحظة لم يستخدموا القوة المفرطة في السيطرة على هذه المظاهرات، وإنما كل الأعمال التي يقومون بها الآن هو عملية احتواء هذه المظاهرات من خلال الاستجابة لبعض المطالب التي قدمت من قبل المتظاهرين، علما أنه المظاهرات منذ اليوم الأول وإذا إلى يومنا هذا
طالبت بإسقاط الحكومة وزوال النظام السياسي الحاكم في العراق بسلطتيه التشريعية والتنفيذية، وبالتالي لم يكن هناك أي استجابة لمطالب المتظاهرين، وهناك عملية التفاف على مطالب المتظاهرين من خلال استخدام القوة تارة أو من خلال شراء الذمم تارة أخرى وتقديم بعض نستطيع أن نقول بعض المناصب، ومن خلال استمالة قسم من الشيوخ واستمالة قسم من الشخصيات التي تعمل في هذه المظاهرات لغرض احتواء المظاهرات. أما بالنسبة لهم هم لحد هذه اللحظة لم يستخدموا القوة المفرطة للسيطرة على هذه المظاهرات، ولو وصلنا إلى هذه النقطة فلن تدخر إيران أي جهد في قتل الشيعة مثل ما فعلت في الأيام الماضية منذ عام 2003 وإلى اليوم، وهناك وثائق رسمية تدين التدخل الإيراني وقيامه بكثير من التفجيرات التي حصلت في العراق، بما فيها تفجير المرقدين في سامراء التي تم حسب قائد القوات الأمريكية بأنه من قبل إيران في تلك الفترة. إذا نحن نتكلم حقيقة عن استمرار الصراع ما بين المتظاهرين وما بين القوات الأمنية التي تحاول الحكومة أن تستخدم هذه القوات لغرض السيطرة على هذه المظاهرات، ونرى كيف أصبحت الاشتباكات الآن في المحافظات، وكيف حاولت الحكومة في الفترة السابقة أن تقلص المساحة التي يحاول أن ينتشر فيها المتظاهرين إلى ساحة الخلاني وإلى جسر الأحرار، وهي تقوم الآن بعملية حصر المتظاهرين في منطقة ضيقة، وعلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. وأنا أعتقد بأن الأمور لن تعود على ما كانت عليه قبل 1 تشرين، ورأينا كيف أنه اتسعت شريحة المشاركين في هذه المظاهرات لتشمل الجامعات وتشمل المدارس وما إلى ذلك من أمور. أنا أعتقد هم يحاولون الآن أن يدفعون هذه المظاهرات لاستخدام القوة لكي يبرروا استخدام القوة للسيطرة على هذه المظاهرات، فيحاولون أن يقومون بعمليات قتل وعمليات اختطاف لبعض الناشطين، ورأينا كيف تم اختطاف العديد من الناشطين في هذه الفترة الماضية مثل صبا وغيرهم من الشخصيات العراقية التي شاركت في هذه المظاهرات، بحيث وقفت الحكومة عاجزة عن معرفة هذه الجهات التي تقوم بعمليات الخطف وعملية الاغتيال. أستاذ أحمد علنات، بالعودة إليك، متظاهرو ساحة التحرير دعوا شيوخ العشائر إلى الانضمام لهذه الثورة، ترى ما هي ردود الفعل هناك؟ أستاذي الكريم، ما أعتقد أكو أي دعوة ظهرت من ساحات التظاهر دعت أي شريحة تشارك، كل الشرائح شاركت من قبل نفسها، النقابات، نقابات المحامين، نقابة المعلمين، شيوخ العشائر في كل مناطق العراق أصدروا بيانات وأعلنوا تضامنهم مع المتظاهرين. نعم. ماكو دعوات لأي شخص، بالعكس هناك دعوات حكومية بكثير من الأشخاص والمعرفين وغيرها من المتظاهرين في محاولة لاكتشاف أو للقاء مع قيادات التظاهر. التظاهرات بدون قيادات، التظاهرات خرجت تحت اسم نازل آخر حقي وريد وطن. الشعار اللي رفع في ساحة التحرير الشعب يريد إسقاط النظام، هذه القضية قضية الإصلاحات. الحكومة تقول إن هناك إحراق للمقرات، ما صحت هذه الأنباء؟ أستاذ الكريم، لو نراجع التظاهرات من 2011 اللي انطلقت ب 25 شباط لحد هذا اليوم، تظاهرات تشهدها ساحة التحرير وساحات التظاهر في باقي المحافظات لم تشهد أي اعتداء على ممتلكات حكومية أو أهلية باستثناء المحافظات. كانت هناك توجه وتظاهرات لمجالس المحافظات اللي هي تمثل رمزية الحكومة بالمحافظة، فكان التوجه إليها. أما في بغداد ما اعتداء، هذه محلات في منطقة الباب الشرقي، بالعكس هذه الأيام المحلات يقولون كنا نشتغل فقط بالنهار حتى بعد الظهر، كنا نشتغل من الصباح حتى الليل. نعم. ابقى معي الصوت. عمل نجاري وشؤون نجاري، ماكو اي اعتداء على اي منشأة حكومية. ابقى معي الصوت. استثناء البارحة الحريق وشهود حيان اكدوا بانها كانت الطاقات غاز وطاقات صوتية اطلقت من قوات الحكومية باتجاه العمارة، وبدأ الحريق بالطابق الثالث، العمارة مقبلة، كيف يستطيع لها المتظاهرون رغم بانه وضعوها في عاتق المتظاهرين، وهذا احنا توقعناه من الليله الماضيه. نعم، سياده العقيد ركن حاتم الفلاحي، يعني الحكومه تقول ان هناك احراق لمقرات قام بعمليات الاحراق متظاهرون، كيف تقرا ذلك او هذه الاتهامات الحكوميه؟
نعم، بداية دعني أقول بأنه المظاهرات لحد هذه اللحظة لم تسجل عملية سرقة للمحلات أو للدوائر الحكومية أو عمليات نهب كما تجري في أرقى الدول الأوروبية. أنا أعتقد بأن هذه المظاهرات لم تخرج لغرض السرقة ولغرض النهب ولغرض الحرق وما إلى ذلك. التي أحرقت هي أحرقت مقرات الأحزاب والميليشيات السياسية الفاسدة. هناك مافيات للفساد ترتبط بهذه الأحزاب. يعني احنا عندنا الأحزاب في العراق الآن، الحزب الذي يسيطر على وزارة تكون هذه الوزارة حكرا لهذا الحزب، وبالتالي جميع الوظائف والدرجات الوظيفية والمقاولات والمشاريع تحال لهذا الحزب. كذلك من يسيطر على المحافظات في العراق، هذه المحافظة تكون حكرا على الحزب وأفراد الحزب في هذه المحافظات، وبالتالي نحن أمام مافيات للفساد تنتشر من الوزارات إلى المحافظات، وبالتالي المناداة بإسقاط وإخراج العملية السياسية بمعنى إزالة هذه المافيات جميعها سواء كانت في بغداد أو كانت في المحافظات. ما تم إحراقه هو تم إحراق مقرات الأحزاب الفاسدة التي فسدت وأوصلت العراق لما هو عليه. لم يتم إحراق لا مستشفى ولا مدرسة ولا جامعة، وإنما تم إحراق مقرات الميليشيات وتم إحراق مقرات للأحزاب السياسية الفاسدة التي يطالب المتظاهرون اليوم بإخراجها من العملية السياسية. أنا أعتقد بأنهم يحاولون الآن شيطنة هذه المظاهرات ويوصفونها بعدد من الأوصاف. خطيب الجمعة في طهران يقول بأن هؤلاء شيعة الإنجليز، ونسمع خامنئي يقول بأن هذه مؤامرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هم يحاولون أن يلصقوا العديد من التهم بهذه المظاهرات لغرض تبرير استخدام القوة لقمع هذه المظاهرات. نعم. دكتور نبيل العتوم، يعني هل تخشى إيران أن تصل هذه التظاهرات وهذه الثورة إلى أراضيها؟ طبعا بالتأكيد هي تخشى أن تنتقل إلى أراضيها، وبالتالي كان هنالك ربما مقال لافت ورد في أحد الصحف الإيرانية، صحيفة الجمهوري الإسلامي، تحدثت ربما عن إنفلونزا الاحتجاجات العراقية وسمى بهذا الوصف. لذلك لجأت إيران إلى ربما من خلال قاسم سليماني إلى محاولة تقديم عدد من الاقتراحات الأمنية للحكومة العراقية لوائد هذه الانتفاضة. الاستراتيجية الأولى هو ما يتعلق بتبادل الأدوار ما بين الحكومة والميليشيات. الحكومة والميليشيات تحاول كل طرف رمي الكرة إلى ملعب الطرف الآخر، فمن يتحدث عن عملية قتل أو اختطاف عادة يتم تحميل ذلك إلى الميليشيات وليس إلى الحكومة العراقية، وهذا ما كان يحدث في الانتفاضة التي كانت في إيران أو ما يعرف بالثورة الخضراء. الأمر الثاني التعامل مع النشطاء بطرق مختلفة مثل الاغتيال مثل الاحتجاز، هذا إضافة إلى الاختفاء، وهذا ربما حدث أيضا في الانتفاضة الإيرانية. الجانب الثالث هو سلاح الإنترنت أو سلاح الإلكتروني، من خلال قطع الإنترنت مما فتح المجال للحكومة العراقية لتنفيذ خطتها الرامية لقمع هذه التظاهرات. الجانب الرابع والمهم هو المرجعية والرسائل المشفرة. عندما تتابع كلام المرجعية في العراق يعني تجده كلام ليس ذا قيمة، يتحدث عن خطب وعظ وإرشاد، وبالتالي هو لا تحاول المرجعية الضغط على الحكومة ولا على الميليشيات للحد من دعني أسميه عمليات القمع غير المسبوقة في التاريخ العراقي الحديث. أنا بعتقد أنه الإيرانيون الآن يسابقون الوقت، هم لا يريدون لهذه الانتفاضة أو هذه الاحتجاجات أن تنتصر أو أن تؤثر على الوضع الداخلي الإيراني، في ظل حديث عدد من وسائل الإعلام الإيرانية وعدد من النخب الإيرانية على أن إيران قد تتعرض لانهيار اقتصادي مفاجئ. احنا عم نتحدث اليوم عن انهيار العملة الوطنية التومان اللي فقدت أكثر من 300% من قيمتها خلال السنة الأخيرة. نتحدث عن ارتفاع السلع والمواد الأساسية بنسبة تزيد عن 150 إلى 200%. نتحدث عن ارتفاع نسبة التضخم الشهر الماضي وصلت إلى أكثر من 90%. ونتحدث ربما نقلا عن لسان عدد من المحللين الإيرانيين اللي بيتحدثوا عن انهيار مفاجئ في إيران على غرار ما حدث في جمهورية الاتحاد السوفيتي. لا. وبالتالي التبشير ربما بأن إيران لديها سيناريو أو لديها أيام سوداء مقبلة في حال استمرت العقوبات الأمريكية على هذه الوتيرة، في حال أيضا استمرار الغرب في الضغط على الجانب الإيراني في البرنامج النووي، وأيضا بمحاولة خنق إيران من خلال الرئة العراقية ومحاولات إيران المتكررة للإسراع في وائد الانتفاضة سواء في العراق أو في لبنان.
سيادة العقيد ركن، ما يجري الآن في العراق، يعني هذه الأيام يمر العراق بمرحلة خطيرة جدا من تاريخه المعاصر، من وجهة نظرك يعني هل ما يجري الآن هو نتيجة لأسباب متوالية متلاحقة؟ العراقيون رفضوا وقاطعوا الانتخابات الأخيرة، هناك نقمة متصاعدة من داخل الشعب العراقي ضد الحكومات الفاسدة، هل ما يجري الآن هو نتيجة؟ نعم أكيد، يعني ما وصلنا إليه الآن في العراق هو نتيجة لتراكمات بدأت منذ عام 2003 واستمرت هذه المعاناة إلى ما وصلنا إليه في عام 2019. هذه المظاهرات هي ليست الأولى، هناك مظاهرات خرجت في لسنوات متعددة في الفترة الماضية، في عام 2011 عام 2012 استمرت لأكثر من سنة ونصف في المناطق السنية، ولكن هذه المظاهرات رغم سلميتها لمدة أكثر من سنة لم تستجب الحكومة لهذه المطالب، وبالتالي تم استخدام القوة لقمع هذه المتظاهرات وتم ارتكاب مجازر في الحويجة وفي مناطق أخرى. في عام 2015 أيضا كانت هناك مظاهرات على نقص الخدمات. في عام 2018 وصلت الأمور في محافظة البصرة بأنه لم يصلهم الماء الصالح للشرب، يعني نقص في الخدمات كبير جدا بالنسبة للكهرباء، بالنسبة لعاطلين أصبح أعدادهم كبيرة جدا. لم نسمع جميع السياسيين الذين يعني الآن عندما تخرج هذه المظاهرات ونرى الصمت المطبق للأحزاب السياسية حقيقة يثير الاستغراب والتساؤل، يعني أين الذين تباكوا على مظاهرات البحرين والقمع الذي استخدم كما يقولون في تلك الفترة ضد المتظاهرين؟ لم نسمع هذه الأصوات اليوم تندد بالدماء التي سقطت من دماء العراقيين في هذه الفترة نتيجة المطالبة بحقوقهم وتحسين الخدمات وما إلى ذلك. وصل الشعب إلى 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 مرحلة بأنه أصبح يتجاوز المرجعيات ويتجاوز كل المراجع ونستطيع المراجع السابقة التي كان يتكون عليها السياسيين. السياسيين طوال الفترة الماضية كانوا يستخدمون التخندق الطائفي لغرض تكتل الذي يمكن أن يجمع للطائفة من خلال تخويفهم من الطرف الآخر. وصلت الأمور الآن بأنه تم إحراق القنصلية الإيرانية وتم التنديد بإيران هي ثورة ضد الوجود الإيراني في العراق وثورة ضد الطائفية، هذا ما يجري الآن في العراق. يعني أنا حتى عندما سئل الأخ يقول بأنه لا توجد قيادات لهذه المظاهرات، حتى لو سلمنا بأنه لا توجد قيادات لهذه المظاهرات، يمكن أن يكون النموذج السوداني هو خير دليل للتعامل مع الملف العراقي. يمكن أن يشكل مجلس رئاسي من قبل عسكريين ومن قبل مدنيين وتقوم هناك فترة انتقالية، يتم إعداد دستور جديد وقانون أحزاب ويتم حل البرلمان وحل الحكومة ويتم فتح ملفات الفساد التي صمتت عليها جميع الحكومات السابقة لحد هذه الحكومة، إضافة إلى إعادة بناء الأجهزة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة. نحن أمام إشكالات حقيقية في العراق، لا يمكن أن تكون هناك إجراءات ترقيعية تقوم بها الحكومة اليوم أو غدا لفترة معينة. هذه الأمور والوعود شبع منها الشعب العراقي طوال الفترة الماضية. إذا كانت هذه الإصلاحات يريدون أن يقومون بها، لماذا لم يقوموا بها طوال الفترة الماضية 16 سنة؟ هذه الحكومة وهذه الأحزاب أخذت فرصتها بما فيه الكفاية. تم سرقة ثروات العراق بشكل ممنهج، وتم تدمير العراق وأوصلوه إلى أنه تم تدمير البنى التحتية بشكل كامل. هناك مناطق مدمرة في المناطق السنية، هناك مناطق يسيطر عليها الحشد لا يقبل برجوع الناس إلى هذه المناطق، والدولة والحكومة تصمت عن هذه الانتهاكات. هناك إشكالات كبيرة جدا. عدم ظهور قيادات هو لأنه من يظهر الآن هو معرض للقتل، معرض للاختطاف، ومعرض للتصفية أو للسجن. إذن نحن حقيقة أمام نظام قمعي يمارس القوة، وإن كان النظام الحكومي يقول أنه يعني عادل عبد المهدي يقول بأنه لم نستخدم اللين في التعامل مع المظاهرات، عندما يسقط أكثر من 300 واحد و15 ألف جريح، هل هذا تعامل لين؟ يعني أنا أعتقد بأن هناك إشكال كبير، إما عادل عبد المهدي لا يعرف ما يجري في الشارع العراقي، أم إنه متواطئ بشكل كامل على قتل العراقيين وهو من يعطي الأوامر لقتل هؤلاء. سيد أحمد، يعني المتظاهرون وفق هذه المعطيات وهذه القسوة الشديدة، استخدام الذخيرة الحية، قتل المتظاهرين بشكل متعمد ووحشي، وحتى أن الوكالات الدولية تتحدث عن ذلك وأصبح الأمر لا يخفى، المتظاهرون الآن في ساحات التظاهر ما هي معنوياتهم وزخم التظاهرات؟ دكتور أنا راح أنقل لك صورة يوم أمس نعم. وياي وانت قيس على هذه الصورة، شاب عشريني طاحت فوق التكتك مالته نعم. ومقابله اكو اطلاق مطاطي وغاد من القوات الحكومية، قلت له عمي انزل من التكتك مالتك، انا اريدك بعد كم يوم تلبس بدلة وتحتفل بوطنك وهذه تظاهراتك وهاي، يقول لي انا اريد اموت. نزلته وقبلته من راسه
وقال هاي نازل، رحت ورجعت لقيته مره ثانيه بعد بوست تيك توك ولا كانه. تصور هذا الشاب العشريني يقول انا من اجل الوطن، انا خارج من اجل الوطن. معنويات الموجودين على الجسر او في الفندق حاجين يقول لك انا مثل عبور طارق ابن زياد من عبر، ما انا ما عندي بعد شيء اخسره، انا وطني خسران، انا اريد استرجع وطني. وطني خسران بمعنى الكلمه بكل شيء، بكل مفاصل حياته، بكل شيء، بوضعه، باموره، سياسيا، اقتصاديا، انا خسران الوطن. انا اذا ما استعيد وطني ما راح اشوف استقرار. هذا هو واقع الحال للمتظاهرين. ربما يتحدث البعض عن قله. فقدنا ربما الاتصال بالأستاذ أحمد عناد الصحفي العراقي وهو أحد المتظاهرين أيضا هناك. سيادة العقيد ركن، البيت الأبيض دعا في بيان له الحكومة إلى إنهاء استخدام العنف ضد المتظاهرين في ضوء السياسة التخادمية الأمريكية الإيرانية في العراق. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هل هو محاولة ربما للاحتواء؟ نعم، دعني بداية أقول بأن هناك تواطؤ من قبل حتى المنظمات الأممية بما فيها منظمة الأمم المتحدة في نقل الوقائع والحقائق من العراق طوال الفترة الماضية وطوال السنوات الماضية، وكانت هناك اعتراضات متعددة لكثير من مثلا هيئة علماء المسلمين كانت تعترض على كثير من التقارير التي يرفعها ممثل الأمم المتحدة في العراق عن الوضع الداخلي في العراق. هذه الأمور كانت هي أيضا من الأسباب التي أوصلت العراق إلى هذا التدهور الذي نحن عليه الآن. أنا أعتقد أن هناك إشكال كبير جدا في نقل الحقائق من الداخل العراقي. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان هذا الموقف متأخر جدا بالنسبة للمتظاهرين، ولكن أعتقد أن دعوتهم لهذه القضية هي تصب في مصلحة المتظاهرين في هذه الفترة، لأنه عملية استخدام العنف التي تستخدمها القوات الحكومية حقيقة هي مفرطة بشكل كبير جدا، وأدت إلى سقوط خسائر مثل ما رأينا في الفترة السابقة، وهي معرضة بأن تزداد خلال الفترة المقبلة. فتحاول الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي أيضا هي جزء من المشروع الموجود في العراق، وهي من أتت بهؤلاء السياسيين إلى سدة الحكم في العراق، وبالتالي هناك تخادم أمريكي إيراني على ما يجري في العراق. أمريكا الآن حتى لو كانت تغيير لا تريد أن تأتي بنظام جديد يكون خارج السيطرة الأمريكية، وبالتالي هي أيضا تبحث عن مخرجات لهذا الحراك الموجود في العراق يمكن أن يكون تحت السيطرة الأمريكية في الفترة المقبلة. ولكن من باب آخر بأن هذا الحراك هو يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه موجه باتجاه المصالح الإيرانية في العراق، وبالتالي هم يحاولون أن يضغطون على النظام الإيراني بشكل كبير جدا خلال في العراق وفي لبنان، ويريدون أن يقولوا النظام الملال في إيران يجب عليك أن تجلس للتفاوض معنا، وإلا هذه المناطق التي هي مراكز نفوذ بالنسبة لك يمكن أن تدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل المنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تكون عبء عليك في الفترة المقبلة. لذلك أنا أعتقد بأنه هناك نستطيع أن نقول هناك تخادم في هذه المسألة، بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تغير مجريات الأحداث في العراق، ولكن بنفس الوقت تريد السيطرة على مجريات الأحداث بأنها تكون تحت السيطرة الأمريكية وضمن المشروع الأمريكي الذي جاءت به إلى العراق. سيد أحمد، هل لك أن يعني توصل لنا كيف يتعامل المتظاهرون هناك مع تزايد الدعوات من الطرف الآخر من الأحزاب الحاكمة لعدم المساس بالنفوذ الإيراني؟ سيدي الكريم، أنا فقط أدي ملاحظة في كل القنوات وحتى بالعالم والأمم المتحدة يقولون العنف والعنف المفرط. أنا ما أعرف كيف يوصل وصف قتل أكثر من 30 شخص وإصابة أكثر من 15,000 عدا اللي تم معالجتهم داخل ساحة التظاهر ولم يخرجوا إلى أي مستشفى أو مركز صحي للمعالجة. كيف توصف هذه القضية بالعنف؟ هذا قتل عمد. قتل عمد. 310 لحد الآن المعلن عنهم حسب يعني بحسب مفوضية حقوق الإنسان تحدثت عن 320 شهيدا. العنف نعم. استخدام الهراوات، استخدام الضرب، استخدام الصاعق الكهربائي، ممكن هذا نسميه عنف، لكن قتل ودماء وإصابات بالرأس والصدر والقناصين لا زال يوصف بالعنف المفرط. هذا إشفاق بالدماء. أنا أشوف
ما ممكن وصفه بهذه الطريقه. تزايد الحمق على النفوذ الايراني في العراق، يعني كيف تلمسه في التظاهرات الحاليه؟ سيدي الكريم، لا احد يستطيع ان ينكر بوجود النفوذ الايراني من 2003 لحد الان وتدخله كل في مفاصل الدوله. لذلك كان شعار المتظاهر الريد وطن، هذه هي كلمه رد على العصابات والميليشيات التابعه للاحزاب واللي هي شاركت في قتل المتظاهرين. كثير من الهتافات رفعت من ايران واذا قامت في ساحات التظاهر ممكن تتخاضع عنها بعض القنوات مثل ما فعلت قنوات الاحزاب، لم تقم بالتغطيه، هددت كثير من القنوات، عطمت كثير من القنوات للتعتيم على ما يحصل في ساحات التظاهر. النفوذ الايراني موجود بفصائله المسلحه، موجود باحزاب تابعه له، وامتدت الى كل الاحزاب لازم تعلن الولاء لايران، هذه قضيه مفروغ من عندها والكل يعرفها. لذلك الامريكان اليوم بداوا او في الايام القليله الماضيه بداوا بالتدخل لانهم يريدون استلال ايران من الوضع العراقي، لكن تحت مظله الحكومه الامريكيه والسياسه الامريكيه. هذا واضح جدا. شكرا لك استاذ احمد. تصريحات منفيده وتصريحات الحكوميه. شكرا لك. سياده العقيده الكون، اخيرا يعني هل تزلزل نفوذ ايران في العراق بالتظاهرات الحاليه المطالبه بخروج النفوذ الايراني؟ اكيد، يعني ايران الان تخشى من زوال نفوذها في العراق بشكل كامل. يعني هناك يعني فشل للمشروع الايراني في العراق، انهم يعودون الى المربع الاول منذ احتلال العراق عام 2003 عندما كان هناك ايران تعتبر العراق هو المركز الاساس الذي انطلقت منه الى بقيه البلدان العربيه سواء في سوريا او في لبنان او في بقيه البلدان الاخرى. لذلك هم يعتبرون العراق هو الحديقة الخلفية أو الأمامية لإيران باتجاه منطقة العرب ومنطقة الخليج العربي. يعتبر العراق مهم جدا بالنسبة لإيران. أما الانقلاب بهذه الصورة وحرق القنصليات وخروج الهتافات في مناطق متعددة حتى بما فيها كربلاء، تم حرق القنصلية وتم خروج شعارات إيران برا وما إلى ذلك من أمور. إذن هو رفض كامل للنفوذ الإيراني في العراق وللهيمنة الإيرانية، وهو فشل لوكلاء إيران في التعامل مع الملف العراقي. يعني الآن لو كانت هناك فرصة لإيران بأن تستبدل وكلاءها في العراق بوكلاء آخرين يخدمون المشروع الإيراني سوف تفرط بجميع هذه الميليشيات التي أسستها في الفترة الماضية، ولكن هي الآن أمام خيارات صعبة في الملف العراقي. لذلك هي تعمل الآن على عملية احتواء المظاهرات بشتى الطرق بما فيها استخدام القوة، ولن تقف. يعني لو تطلب الأمر أن تستخدم القوة بعدم نجاح هذه المظاهرات سوف تستخدم القوة بأشد أنواعها لغرض وعد هذه المظاهرات وإنهائها. نحن لو رأينا الآن حتى استخدام الغازات، عندما نرى الغازات المسيلة للدموع لا تستخدم بهذه الطريقة من قبل القوات الأمنية بصورة أفقية بحيث تأتي في الرأس أو في الصدر أو في العين أو في مناطق حساسة من الجسم، يتم استخدامها في مناطق خالية من الأشخاص، يعني في مناطق بعيدة، في مناطق يعني بعيدة عن التجمعات السكانية وما إلى ذلك. ولكن نرى بأن استخدامهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات التي تبث بأن هناك استخدام عمد لهذه الأدوات بحيث تؤدي إلى القتل وتؤدي إلى عملية الجرح وما إلى ذلك من أمور. إذن هم يعانون من خسارة نفوذهم من العراق بشكل كامل، ويحاولون أن يدفعون بكل ما لديهم من قوة لاحتواء هذه المظاهرات. لذا نرى بأنه زيارات سليماني ولقاءاته بالقادة العسكريين وبالأحزاب السياسية، هذه جميعها هي من عملية الاحتواء. هو من أشار عليهم بالتمسك بعادل عبد المهدي ودعم حكومة عبد المهدي، لأنه عملية استقالة عبد المهدي سيؤدي إلى استقالة البرلمان وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق، وبالتالي سيضطرون إلى استخدام القوة بطريقة خارج القانون. هم الآن يحاولون أن يسيسون حتى القانون لكي يصدر قرارات باستخدام القوة ضد المتظاهرين على اعتبار أنهم أساءوا استخدام الحرية في التعبير عن الرأي بحرق بعض المقرات وما إلى ذلك من خلال مندسين. وأثبتت كثير من مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات تبث بأن هناك أشخاص يأتون من خارج المظاهرات يقومون بعملية الحرق وما إلى ذلك من أمور. أنا أعتقد بأنه إيران مهددة بزوال كامل من العراق نتيجة الضغط الذي مارسته خلال الفترة الماضية، ليس على المناطق السنية فحسب وإنما على المناطق الشيعية. لذلك نرى ردة الفعل
هي ردة فعل قوية جدا، ولذلك نرى بأن هذه الشعارات لا ترفع في محافظة واحدة، وإنما ترفع في جميع محافظات الجنوب بما فيها مدينة كربلاء، بما فيها النجف، بما فيها البصرة. الآن البصرة الآن هم حقيقة هناك صراع حقيقي ما بين المتظاهرين وبين الأجهزة الأمنية المدعومة من قبل إيران، والتي يوجد لديهم نفوذ كبير جدا للحرس الثوري الإيراني في هذه المناطق، بحيث الفترة الماضية أصبح التعامل بالتومان الإيراني يباهي التعامل بالدينار العراقي في هذه المناطق نتيجة النفوذ الإيراني، بما فيها السيطرة على كثير من حقول النفط والسيطرة على كثير من المناطق الحدودية، بما فيها إحراق المحاصيل الزراعية لمناطق سنية وشاسعة وكبيرة جدا، وسط صمت حكومي، لأنه إيران تريد أن تربط العراق اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعسكريا بإيران، على اعتباره بأنه المركز الرئيس الذي يمكن أن تنطلق منه إلى بقية الدول العربية. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدات الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام ضيفي في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد عناد الصحفي العراقي، كنت معنا من بغداد، وشكر موصول أيضا للدكتور نبيل العتوم المتخصص بالشأن الإيراني. في ختام هذه الحلقة تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.